السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا اليوم حكاية من كريان سنترال. اليوم غنتلقاو مع واحد معتقل لتعتقل في كريان سنترال وتحكم عليه لمدة شهرين نافذة. كمل الحكم ديالو خرج من السجن. احنا اليوم جينا عنده باش يعود لينا الظروف ديال الهد من البيت ديالو والظروف ديال الاعتقال ديالو. هذه الدار اللي ريبوا لي نهار الاول جاوا هنا ريبوا لي. فين كنت عايش؟ هنايا كنت عايش هنا. انا دابا تشردت انا وولاد بغيتي نشوفو. ما بقى عندي لا ساكن ولا يحزنون. هذا هو المكان اللي كنت ساكن فيه. هو هذا هو هذا المكان اللي كنت ساكن فيه. هذا التحت كامل كان ديالي. هذه هي الطواليت. هي الطواليت. هذه هي البلاصه اللي كنت ساكن 51 عام كامله دوزت وجميع الاحصائيات كتشهد على ذلك. لاكارت ديالي الكارت ديال جواج ولادي هنا كلشي هنا والناس كلشي راه عارفين. الاسم ديالك بعدا كاين؟ الاسم ديالك محمد خليف. محمد خليف. هاد الكاريان سميتو بالضبط الكاريان الخليف. كاريان الخليف. وهاد الكاريان صدر راه من اقدم الكاريانات. اول كاريان في الدار البيضاء. اول كاريان في الدار البيضاء هو كاريان صدر. نجات من اللور شراو براركو واستافدوا على ظهورنا حنا. حنا الاولى حنا اللي خاصنا نستافدوا. الناس تفدج على ظهرنا. دابا هاد التريب اللي ريبوا لكم دابا علاش ريبوا لكم؟ علاش ريبوا لك؟ ما عرفناش علاش ريبوا لي. بلا بدون سبب. ما كاين حتى شي سبب. خاصنا هنا على الاقل ملي بغاو يريبوا لي يعوضوا لي. ما عطوني لا تعويض لا والو. كون عطوني التعويض ما نقعدش الراس وما غندويش كاع غنحضر راسي ونزيد. حيت عندي باش اما نكري بيه ولا نشري بيه موحيل ولا شي حاجه فين نستقر انا وولادي. هما ريبوا لي ما خلاو لي حتى حاجه. اي سيدي ملي جاو بغاو يريبوا لي انا تعتارتهم باش ما يريبوش لي حيت حقي ما عوضوا لي ما والو. وكيقول لك الراجل يموت على بلادو ولا على ولادو هذه راه معروفه عند المغاربه. يوم اللي جيت كندافع على حقي اعتقلوا. شهر ديال الحبس شهر ديال المعاناه. كيفاش اعتقلوا؟ شدوك داوك لازمين وشنو؟ اعتقلوا داوني للكوميساريه من الكوميساريه داوني للسجن المدني. وشحال المده تقريبا اللي انت تعتقلتي؟ شهر. دوزتها كلها؟ دوزتي الشهر دابا؟ شهر كامل. ها؟ شهر كامل دوزتها علاش؟ على ديالي على حقي. إذا أنت من الناس اللي تعتقل 24 واحد تعتقل أنت من واحد منهم؟ أنا من واحد منهم. واش باقي الناس كلهم معتقل ولا أنت اللي خرجتي بوحدك؟ لا باقي الناس خرجت أنا واحد السيد. حنا تحكمنا بشهر شهر. كاين الناس اللي تحكم بشهرين ثلاث شهور حتى لربع شهر. ومن اعتقلوا كان شي معين الاولاد ديالك والزوجه ديالك فين كانوا وفين نعسوا وفين؟ الابناء ديالي بقاو مشردين في الزنقه ما بقيتش انا عارف حتى الاتصال بيني وبينهم تقطع حتى نهار الزياره. وليت كنبغي نعيط ليهم مثلا نطمئن عليهم نعرفهم كي دايرين ولا كيفاش عاملين. ما فيش اللي كيجيب لي الاخبار ديالهم. وهما حتى هما كذلك هما مرونين مشردين ومرونين وانا معتقل ومرون في دماغ. هما انا ما عارفهم فين كاينين هما ما عارفين عليا واش عايش بخير واش واكل واش حاليا فين كتكون استاذ محمد؟ حاليا ملي خرجت من السجن لقيت عندنا الناس جيران مساكن متطوعين صابوا لولادي واحد العشه راهم عايشين فيه. كنا نشوفوا هاد العشه فين كتكون. مرحبا
واش هنا فين كطيب، هنا فين كتاكل، يعني هنا فين كيلعبوا ولدك، هنا فين كلشي هنا. يعني ومرتاح انت في هذه البلاصه؟ زعما مرتاح، شنو مرتاح لنا الاولاد؟ يعني هذه الطواليت واحد شويه، هاد الطواليت خاسره بعدا، راه عامره مسدوده. يعني هنا ولدك كيريح، هنا هنا ولدي والريحه، وهنا كنكون الفطرو تاعنا. لا حول ولا قوه. وديك المره كانت تصبت الشتاء، واحد الحاله تكرفصنا ما نقولش لك. يعني دابا واش هذا الشيء مسقف بالقسطير ولا غير باش دايرين عا باش ملفوف؟ يعني كيفاش كتعانيو من الصاد دابا؟ كنعانيو من الصاد، كنعانيو من البرد. ولكن دابا الشتا كادير دابا كتشتي دابا، ولكن كنعانيو من الفيران، كاع ما خلق الله تحت هاد الارض كنعانيو من سبحان. يعني كيفاش كتفطر؟ فين كتفطروا؟ فين كتنعس؟ يمكن نشوف فين كتفطر، فين كتنعس؟ فين عايش؟ احنا حاليا فين كنعيشوا؟ بعد ما كنا عايشين واحد العيشه بخير بعد هذاك المحيط ديالنا، احنا دابا احنا فين عايشين؟ يعني انت كتكون انت والزوجه ديالك والاولاد ديالك في هذا المكان؟ سبحان الله، مكان ديال البهائم كيعيش فيه البشر. هذا عند الناس دايرينو على البهيم، وحنا عندنا في دوله اسلاميه دايرينو للبشر، وتابعينك عليه باغيين يريبولك. انا دابا بارك ومهدد، وليت خايف انا ولادي دابا، حتى الخدمه ما بقيتش قاعد نمشي نخدم باش نجيب لولادي ما ياكل، خاف شي نهار يجيو يريبوا علي. ودابا المدخول ديالك المعيشي مين دابا حاليا؟ اش غادي نقول لك، عايش غير مع الناس ومع الساكينه، بحال قلتي شي عايش مع شي وصافي. دابا الناس مازال تعاون معاك، تيساعدوك، تيعاونوك؟ الناس الجيران، الجيران مازال تعاون معاك تيساعدوك؟ كيتعاونوا معنا وكيساعدونا حتى ملي كنت في يعني لا سكن لا عمل لا مأوى لا حتى شي حاجه من هادشي. والو ما كاين حتى حاجه، لا عمل لا ساكن، حتى حاجه ما كاين. وحنا كنترجاو الله، وحنا كنتسناو باش هاد الناس لعل وعسى يديروا معنا شي حل. اشنو هو الحل اللي بغيتي يديروا مع هاد الناس؟ شنو هو الحل؟ يعطيوني الساكن، هذا هو الحل. يعطيوني غير الساكن حتى النفس ديالي غادا تطلق، غنولي بعدا نقلب على العمل، نقلب على العيش، نمشي نجيب لولادي. انا دابا حتى العمل ما بقيتش قاد نخدم ونخلي ولادي من ورايا. الناس هادو ضيعونا، هذا هو المشكل. كنتسناو دابا يعطيونا، دابا يعطيونا، دابا يعطيونا، الباب اللي مشينا ليه كيسدوه فوجانا. واخا 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 وشي حاجه ما كاين. تسنى تسنى، ملي بقينا كنتسناو كنتسناو، جات القراوه دخلت ريبت لينا. صح، هذا هو المصير ديالنا دابا. ها ولادنا مشتين دابا. من بعد ما دوزتي انت كنتي داخل السجن لمده شهر، شهر انت في السجن، أيه. كيفاش كانوا عايشين ولادك هنايا؟ عايشين في واحد العيشه اش غادي نقول لك، يرتالها. ملي جيت شفت هذاك المنظر اش غادي نقول لك، بكيت انا ملي شفت ولادي في هذه العيشه. الاولى لطف الله زعما والجيران وهذاك الشيء، كان ولادي مشاو مساكن ضاعوا. انا المطلب ديالي الوحيد هو السكن اللائق فين نعيش انا وولادي، حيت انا مشرد انا وولادي دابا. حنا مشردين، حنا عير في الخدمة، ها هي برا كيدير لها عير باش ملفو. بعض المرات كيطلعو غير المشاش كيهودو هذاك الشيء. صافي إلا كان شي حجار ولا شي حاجة كلشي كيهود علينا، عايشين واحد العيشة مكرفسة. واش حاليا باقي الناس مهددينك بأنهم غيريبو؟ مازال الشيء اللي بقى لك هنا تحيد من هنا ولا خلاوك تسكن باقي هنا؟ شاد الزوجة ديالي أنا في السجن، مشات عند الناس باش تقول لهم زعما ديروا معايا شي حل، قال لها سيري ريبي العشا ونديروا معاك حل. وما كاين حتى شي حل. حيت كون كان الحل نيت غادي يوريوه ليها، كما كيقول الله سبحانه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كانوا هاد الناس صادقين غيعطيو واحد الوثيقه كتثبت بالله هاد السيد راه غتستافد هي وولادها. ما عطاونا حتى شي حاجه، وقال لك هدم ديك العش. ملي غادي نهدمو فين غادي نمشي؟ حيت باقا عندنا غير هي اللي بقات عندنا فين مستورين.